السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا سؤالي عن قصر الصلاة، كان عن قصر الصلاة، هل يجوز أن أنا أقصر الصلاة طالما معايا ظروف زي كده؟ بس أنا أسألك سؤالا، يوميا وواجب زي كده، وأنا من الصعيد أصلا وساكن هنا في القاهرة. اصبر علي بس، يعني أنت الآن تسكن في القاهرة منذ 3 سنوات. لا أنا مختلف، أنا معايا شغل هنا، أنا في الأساس أنا من الصعيد. ايوه، من عارف انك من الصعيد، لكن انت تقول انك استوطنت القاهره من 3 سنوات ولا لا؟ لا ما استوطنتش، قاعد مع اصحابي في شقه. قاعد مع اصحابك في شقه، طب ايه اللي حصل طيب؟ اللي حصل ان انا بنت اخويا صغير زي 3 سنين ونص اصيبت بمرض زي كده ومحجوزه هنا. ايوه. مرض السرطان. فدلوقتي انا بروح واجي عليها يوميا، يعني على المستشفى، بروح واجي عليها يوميا برمح. طب قبل عفوا هل يجوز من اكثر الصلاه؟ عفوا بس عفوا، قبل مرض بنت اخيك هذه، قبل مرضها انت كنت تقصر او تتم؟ لا كنت اتم عادي. طيب انت بتتم لانك استوطنت القاهره وان كنت جالس في سكن مع زملائك. تمام يعني خلاص، يعني لا تقصر. السلام عليكم. اقصر؟ لا لا لا، إلا إذا كانت المستشفى أو المشفى على مسافة منك من سكنك، مسافة سفر. لا مش سفر، مش سفر. لا خلاص تتم. سوى.